شو عم تعمل؟ عم بلعب باسكت. مهضوم. ميرسي. ليش مش طايقني؟ من تحت راسها الحركة بكرهها وبكره اللي بيعملها. من عدا شخص واحد كنت اشفق عليه. بتشفق عليه او بتشفق عليها؟ كمشتك يا محتال عليها. شو عم تمزحي معي؟ شايفتيني من عمرك؟ من ايمتى المزح بيني وبينك؟ مشينا هلا عم نمزح. وين تانت سلمى؟ شو بيعرفني؟ فتشي عليها. شو شايفتيني بشتغل عندك؟ وعدتني تشغلني. ما دام وعدتك انه حتشغلك فمعناتها حتشغلك. بتخلف بكل شيء الا بالشغل. وبصير طلع مصاري؟ لا بتطلعي توتيا وصبيضج. بلا سؤالي هلا قلي. شو بدي قلك؟ ولك الله يلعن القله لقلك. بصير طلع مصاري؟ ايه بتطلعي مصاري. وما حدا بيكشفني؟ ليك يا بنت ما تهبليها علي. سلمى لفتك هون مش لتنقري لي راسي. لزقتي قلتي بدك تنامي نيمناكي وطعميناكي وقاويناكي فخفيها شوي زحطي. شو يعني؟ لوين رايح؟ فايت على الحمام. بتفوتي معي؟ ليكونوا اهلك عم يدقوا. قلت لك انه انا ما عندي اهل. ما بتفهم؟ كاتشا وينك؟ كاتشا صار لنا زمان عم ندق لك شغلتي لنا بالنا. وينك؟ مين كاتيا؟ كاتيا ما فيك تعملي هيك، ما فيك تطفي خطك هيك بهالطريقه. مين كاتيا ولي؟ شو بدك من كاتيا؟ رفيقتي. كيف وين وليش بتعرفها شيء؟ كاتيا اوعى تكون هربتي مع الضابط. كاتيا اوعى تكون هربتي مع سامر جديد. اعطيني احكي معه. الو كاتيا حبيبتي وينك انت؟ كاتيا قليلة شو هالوقاحة؟ من وين بتعرفها للبنت تقول لها حياتي؟ انت من وين بتعرفيها؟ من اي رقم اتصلت فيكي؟ غريب مع انه موبايلها هون. مين يلي موبايله هون؟ ها؟ مش مطمن بالي على شيرين. عم ننفذ الخطه اللي اتفقنا عليها بابا. دقت لي مسكول من شوي حكيتها. حكتني على اساس انه انا كاتيا. الله يستر. نشوف رده فعل اللي معه. المهم انت استاذ عامر. رح تسلم سامر شديد راس عمك. راس رشيد خطار منه سهل ابدا. حتى نلاقي كاتيا صعبه بابا. ما بعرف حاسس انه سامر جديد بيعرف شيء. حيرني اجتماعي معه. ما بعرف اذا بصدقه او لا. اللي عم بيقولوا انه ردوا له السلك، اقول لك ردوا له انهم رجعوا وثقوا فيه من جديد. ما بعرف. شو عم تعمل؟ عم ببعث مسج لشيرين انه رح انطر قدام بيت سلمى، بلكي صار معها شيء. انا لازم امشي. طب وبعدين؟ لا قبلين ولا بعدين. فلت. لوين؟ ليه ما بتساليها؟ ما جاوبتني. اتصلي فيها ما دام اتصلت فيكي. قولك هيك؟ لا تكوني عم تكذبي وليه؟ ليش؟
ليش انفحطتي فيها وقلتي لها ويني كاتيا ما دام تليفونها هون؟ شو؟ اعطيني القصة من الآخر يا فاتن. أنا اعطيني اسمك المزبوط أول شيء. أنا هيك انغرمت. وأنا كمان. أولك استعجلنا؟ نحن ما عملنا شيء. قلوبنا هني اللي عملوا. بس أنت المحقق. وأنت المتهمة يلي بدي أحبسها. وين؟ بقلبي. لا تكوني عم تشتغلي مع البوليس؟ أكيد لا. طيب كيف وصلتي لسلمى؟ قصة طويلة ومعقدة كتير. ليكي يا بنت الحلال، أنا بتكتب بقدر أخفيكي عن وجه الأرض، سامعة؟ وبيبطل حدا يسأل عنك وما حدا بيعرف وينك. ما تشد ظهرك كتير، لأنه اللي بيعرفوني صاروا بيعرفوا أنا وين. أنت ما تشدي ظهرك كتير، بعدين أنت ما تنسي إنك جيتي على هالبيت بإجريتي وطلبتي من صاحبة البيت إنك تنامي هون، وهيدا اللي صار. والدعارة بدها شطارة، بدها ماني تندفع، بدها إيد تعطي وإيد تاخد، بدها جسد ملقوح على الفرش ناطر. هيدا الشي صار يا فاتن؟ لا. دونك روحي عن سوليدير بلطي معهم البحر. من كل الموضوع مش هممني غير شخص واحد، وهالشخص هو كاتيا. واللي معك؟ مثلي. طيب أنا شو بأكد لي هالشي؟ ما بعرف، بس أنا عم بقول الحقيقة. حدا استغلها لكاتيا؟ قبرته كنت. يعني بتحبها؟ ايه بحبها، حبيتها وعشقتها، أسرتني. لهالسبب لازم نوثق ببعض. بتصدقي؟ حسيتك ما بتكذب. لأول وهلة صدقت إنك أنت عم تحكي مع كاتيا، نط قلبي من محله. بعدين فكرت، اصطدمت بالحقيقة. إذا بتعرف وينها بليز قلي، أما وبيا رح يموتوا تيعرفوا وينها. لإلك ما بقدر أقول. لغيري بتقول؟ قلت. لمين؟ بعرف. وبطمن بالي على كاتيا؟ هيك ما بعرف، لأنه اللي بيقدر يطمنا أنا وأنت يمكن ما تحرك بعد. شو رح تقول لسلمى؟ شو بدي أقول لسلمى؟ إيه بقول لك أنت غفين هون وفقت وما لقيتك. ورح تصدق؟ مش كتير مستقتلي عليكي، عندها شي 100 وحدة أأمن وأهم. حبيتك. يعني رح تساعديني؟ بشو؟ رح تحبي بكاتيا فيي لما ترجع لكم؟ هيك ما بعرف، لأنه كاتيا إذا ما رجعت لحالها ورجعت تحب حالها ما رح تقدر لا تحب ولا تكره. يسلم تمك، يلا